أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. تسارع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا بالسودان والمرض يتمدد في 14 ولاية. الخارجية تدرس سبل دعم السودانيين العالقين في دول العالم المختلفة. مخاوف من تضاعف الإصابة بالمرض لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. أهلا بكم. واصلت أرقام الإصابة بفيروس كورونا في السودان تصاعدها خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 5 وفيات. وتمدد وباء كورونا في 14 ولاية من أصل 18، لكن نسبة الإصابة الأكبر في ولاية الخرطوم، تليها ولاية الجزيرة. وفرضت الحكومة منذ 18 من الشهر الماضي إغلاقا كاملا، كما اتخذت بعض الولايات إجراءات منع الحركة داخل المحليات بهدف منع انتشار الفيروس المستجد على نطاق واسع، لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية مع انتظام صفوف الخبز والوقود لا زالت موجودة بدرجات متفاوتة. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 23 مليون دولار للسودان لمجابهة وباء كورونا المستجد. ووفق بيان صادر من السفارة الأمريكية، قالت إن المساعدة الأمريكية تتضمن 16.8 مليون دولار للتوعية في مكافحة الفيروس وتوفير الدعم واللوازم الصحية لتعزيز خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة. ويتضمن الدعم 5 ملايين دولار كمساعدة نقدية للأسر الضعيفة المتضررة من الفيروس، وأكثر من 1.3 مليون دولار لجهود الاستجابة الإنسانية للاجئين في السودان. بحث فريق عمل متابعة جهود مكافحة كورونا بوزارة الخارجية اجتماعه الثاني اليوم برئاسة محي الدين سالم وبحضور أعضاء الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، بحث سبل دعم السودانيين العالقين في دول العالم المختلفة بإشراك الجاليات في تخفيف معاناة العالقين إلى حين تهيئة أماكن حجر صحي لهم في البلاد. كما تم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول المختلفة في مكافحة الوباء من خلال التقارير المختلفة التي تمدها بعثات السودان المختلفة لرئاسة وزارة الخارجية للاستفادة منها. وأمن الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لاستجلاب دعم للبلاد داخليا وخارجيا عبر الاجتماعات الثنائية والمشتركة. دخلت قرارات حكومة ولاية غرب دارفور القاضية بإغلاق جميع الأسواق والمحال التجارية بالولاية حيز التنفيذ. وقال والي غرب دارفور اللواء الركن ربيع عبد الله آدم إن العمل بروح الفريق الواحد سيسهم في مجابهة جائحة كورونا، وأعلن أن حكومة الولاية تبذل جهودا كبيرة في التصدي لهذا الوباء في عدد من المحاور من أجل صحة وسلامة المواطن. وأشار إلى قرارات إغلاق الحدود مع دول الجوار وإغلاق المعابر الحدودية مع الولايات وإغلاق جميع مواقف المواصلات السفرية. فنحن محتاجين أنه فعلا نتجاوب بهذه الطوارئ الصحية، بهذه التوجيهات، بهذه الإرشادات. ونحن بنفترض أنه بمرورنا الآن أنه فعلا في استجابة قوية جدا، وهذا ما نشدناه وهذا ما يعني نتعشم فيه أكثر وأكثر. وأكيد أنه مهما الناس امتنعت ده لصحتها ولصحة مجتمعها، وأكيد أن الأيام الجاية حبلة بأنه الناس يرجعوا لسودانيتهم ويرجعوا لسماحتهم في أي سالم وفي تقالده، أحسن من إخواننا نحن نفقد. لأنه يعني نحن الآن بعدم التوعية، بعدم اتباعنا لهذه الإرشادات، قد نخسر أعزاء كثير عزيزين علينا، أعزاء كثير عزيزين علينا، سواء كانوا أطفال، سواء كانوا ناس كبار، سواء كان يعني الناس موجودين حوالينا. فلذلك نحن نناشد ثم نناشد، وفي نفسه قد نطلع بأن تستمر هذه الاستجابات. قرر اجتماع لجنة الطوارئ الصحية بولاية شمال كردفان إغلاق الولاية تماما ومنع الحركة بين المحليات، وشدد على ضرورة توفير الحماية للكوادر الطبية. ووجه الاجتماع برئاسة والي الولاية المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، وجه محلية شيكان باتخاذ قرارات صارمة لقفل الأسواق وأماكن التجمعات بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولاية، والتي بلغت 8 حالات حتى الآن.
أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الأمين العام لحكومة الولاية التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا. وأعلن المدير العام للصحة أن هناك تحسنا ملحوظا في التجهيزات الطبية، كما قررت اللجنة توفير أجهزة فحص في مداخل الولاية لإخضاع القادمين والمغادرين للفحص، فيما طالبت اللجنة باتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين لقرار حظر السفر للولايات. وأوصت اللجنة بضرورة معالجة تكدس النفايات في الشوارع والميادين والأحياء بالحصول على دعم مالي لهذا الغرض. على الرغم من تصنيفها ضمن الأربع الأوائل في الولايات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، وعلى الرغم من أنها من الولايات المبادرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إلا أن ما يحدث من زحام في سوق الملجة للخضر والفاكهة بمدينة القضارف، والذي حولت إليه سلطات السوق العمومي الأمر الذي ينذر بخطر كبير يضاعف من نسبة الإصابة، فمساحة السوق لا تتناسب مع أعداد الباعة والمتسوقين. ارتفاع في معدلات الإصابة وزيادة في حالات الاشتباه وضعت القضارف ضمن الأربع الأوائل في نسبة الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن هذا المشهد يتنافى تماما مع الواقع، ازدحام وكأن لا شيء قد حدث، فسوق الملجة ضاق بما رحبه في تحدي للمرض. الوضع في القضارف متردي جدا جدا، والصورة تحكي عن حالة، يعني انت اصلا ما ممكن تكافح المرض بالصورة اللي احنا شايفينها والكاميرا اللي هتحكي عنها، فكده المرض بالذات زيادة وبالذات خطورة، فما ممكن تكفل الاسواق وتركز سوق واحد اللي هو سوق مركزي او سوق فرعي وفيه ضخامة من الناس وما في اي واقي، ما في معقمات، ما في مطهرات، ما في. يمكن السلطات حولت الازدحام الموجود في سوق القضارف الكثير لسوق الملجة اللي اصلا ما عنده استعداد، من حيث بانه دي بدل ما تخفف لنا الحاجة قامت زادت لنا الاوضاع اسوء. نحن بنحس بانه الترتيبات لمحاربة هذا الوباء تحتاج لترتيب اكثر، تحتاج لتنسيق اكثر، والانتقال لسوق الملجة هو ما كان الحل، بل قد يكون هو زيادة على الانتشار. السلطات التي اغلقت السوق العمومي نقلته إلى هنا، لكنها ربما نسيت أو فات عليها إنها فسرت الماء بعد الجهد بالماء، فقد كان الأجدى أن تفتتح أسواقا فرعية تغطي حاجة المواطن وتجنبه خطر العدوى. تم إغلاق السوق الكبير ما عدا الأسواق الفرعية، وكل الاحتياجات المواطن إن شاء الله سوف نلبيها له في أحيائه، وكذلك الأحياء في الأسواق الفرعية، وكذلك السوق الكبير اللي هو قمنا عندنا سوق اللي بيمد البلاد حتى الدول المجاورة اللي هو سوق الخضر والفاكهة، ده برضو خلينا فاتح، لكن عملنا له بعض الترتيبات في أماكن أخرى عدم الازدحام. المواطنون وإن بدوا على درجة من الوعي بخطورة المرض، إلا أنهم ليس ببعيد عن دائرة المسؤولية المجتمعية التي تقتضي أن يكون الفرد أكثر حرصاً على سلامته وحماية غيره. السوق المركزي بتاع الملجة ده أنا جاره، يعني أنا ذاتي مضرر في الأوساخ وفي التلوث بتاع البيئة، يعني واحد فارش البطيخ في الواطة والخضار كله في الواطة، دي أول حاجة لو كان أصلاً ما في كورونا بتجيب لنا أمراض تانية. والكاميرا عسي أكست الشيء الحاصل، التجمعات والتجمهرات دي هي بتزيد الأمراض وبتخلق الأمراض للناس، فيريد أن الناس تعمل حسابها وتتجنب التجمعات وتتجنب الأسواق والاحتكاكات والكلام الزي ده. هذا الوضع إن لم يجد تدخلا سريعا من السلطات فقد ينذر بكارثة صحية لا تجدي معها محاولة الترميم، فالوباء يتصيد الأخطاء. على الرغم من قرار الإغلاق الشامل الذي اتخذته السلطات هنا في ولاية القضارف، إلا أن هذا الحال يغني عن السؤال مما يحتاج إلى وقفة أخرى من السلطات. محمد الفاتح، شروق، ولاية القضارف. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. وقاية النباتات بولاية القضارف تطالب بزيادة الدعم المالي لمكافحة الآفات. أهلا بكم من جديد، وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث ضربت هزة أرضية مدينتي القاهرة والجيزة. وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الشبكة سجلت هزة أرضية في البحر المتوسط بجزيرة كريت بقوة 6.3 ريختر غير مؤثرة، ولم يتلقى المعهد خبر أي خسائر. وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية.
قال مدير مدرسة إيتون كوليدج في بريطانيا إن تفشي فيروس كورونا المستجد يمثل بداية لتغيير جذري مماثل للتحول الاجتماعي الذي تلا الحربين العالميتين، ودفعت الحرب العالمية الأولى بملايين النساء للعمل في المصانع البريطانية مع تجنيد الرجال، مما ساعد النساء فيما بعد على نيل الحق في التصويت وفي بقائهن كجزء أساسي من قوة العمل بعد ذلك. وتأسس نظام الرفاه الاجتماعية والرعاية الصحية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أظهرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مقاطع مصورة قالت إنها لزعيم البلاد كيم جونغ أون أثناء حضوره مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في العاصمة بيونغ يانغ. وغاب الزعيم الكوري كيم جونغ أون عن الأنظار منذ 11 من الشهر الماضي بعد تكهنات عن حالته الصحية. وذكرت الوكالة أن كيم قص شريط الافتتاح وارتدى كثيرون من الحشد الكبير كمامات، وتمت الإشارة من قبل إلى أن أحد أسباب غياب كيم عن الأنظار ربما يكون إجراءات احترازية لمنع إصابته بالمرض. توفي جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مستشفى عسكري بالقرب من باريس بعد إصابته في انفجار في مالي الأسبوع الماضي، فيما قالت الرئاسة الفرنسية إنها عملية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة. ولدى فرنسا القوة الاستعمارية السابقة أكثر من 5000 جندي في مالي ومنطقة الساحل عموما، لكن الوضع الأمني تدهور منذ تدخلها في عام 2013 لوقف تقدم الجهاديين إلى العاصمة المالية باماكو. وقالت الرئاسة إن الجندي من فوج الفرسان الأجانب الأول توفي بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة يوم 23 من أبريل. أعلنت الحكومة الليبية أنها ستواصل القتال بعدما أعلن خصومها في شرق البلاد وقف إطلاق النار من جانب واحد. وأضافت حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس أنها لا تثق في قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر بعد فشل قرارات سابقة بوقف إطلاق النار وإعلانه يوم الاثنين أن قواته تقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد. وشن حفتر حربا لانتزاع السيطرة على طرابلس قبل عام، وتقدمت قواته في الضواحي الجنوبية قبل أن يتم وقف هجومها، وقصفت قواته المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا العاصمة بشكل مستمر. في أخبار الاقتصاد، طالب مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بولاية القضارف جمال عثمان مصطفى بزيادة الدعم المالي لمكافحة الآفات الزراعية في إطار الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد. وأشار مدير إدارة وقاية النباتات بالقضارف إلى أهمية توفير وسائل الحركة والمعينات الضرورية في الوقت المناسب لضمان نجاح حملات القضاء على الآفات الزراعية. وانطلقت حملات مكافحة آفة العنتد وسار الليل منذ يناير المنصرم وتتواصل خلال مايو الجاري، حيث تمت المعالجة المباشرة والضمنية لأكثر من 300 موقع بالولاية. قررت السلطات بالولايات الشمالية تكوين غرف طوارئ بالمحليات تتولى توزيع المواد البترولية للجهات والمؤسسات. وعقد اجتماع بدونغولا برئاسة حافظ عوض الكريم المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولايات الشمالية، ووجه الاجتماع بتكوين غرف طوارئ للإشراف على توزيع المواد البترولية على الشاحنات العاملة في نقل وترحيل السلع والآليات العاملة في عمليات الحصاد. وأضاف المدير العام لوزارة المالية أن الاجتماع وجه بتشغيل محطات محددة لتوزيع الوقود للجهات المعنية قبل بداية الحظر. يعتزم صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم تطوير فكرة السكن الاقتصادي عبر استحداث المبنى المتطور لتحقيق الاستفادة من المساحة المخصصة للوحدة بصورة أفضل. وأكد صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم أهمية تنفيذ التمويل العقاري لمشروعات الإسكان بشروط تمويل جاذبة ليستفيد منها المواطن. وأشار مدير إدارة السكن الاقتصادي بالصندوق مصعب عبدالله في تصريح لسونا إلى ضرورة مراجعة قضايا الضرائب والرسوم الجمركية وتشجيع الدراسات التي يتبناها الصندوق لاستخدام المواد المحلية. شرعت حكومة ولاية نهر النيل في تأهيل منظومة الري بمشروع الأمن الغذائي بعطبرة، وذلك ببدء إدخال وتركيب طلمبات ري بكلفة بلغت 26 مليون جنيه. وتأتي الخطوة كحل إسعافي لمقابلة مشاكل الري التي واجهت المشروع في الآونة الأخيرة
بسبب انحسار نهر النيل. وأكد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد أن حكومته تنفذ برنامجا إسعافيا يستهدف وضع حلول جذرية لمعالجة انسياب الريب المشروع الذي يتمدد في مساحة تفوق 11 ألف فدان، وتوقع أن يسهم في زيادة الرقعة الزراعية. ولفت حماد إلى أن مشروع الأمن الغذائي استهدف هذا العام زراعة أكثر من 1800 ألف فدان بمحصول القمح. نحن في مشروع الأمن الغذائي عطبرة. هذا المشروع فيه بنية تحتية كبيرة جدا، وفيه أراضي زراعية يعني خصبة ومترامية، وفيه بعض المعوقات وبعض الإشكاليات أغعدته عن أداء الكلي لفترة زمنية طويلة. كلنا أغرينا أنه خلال فترة أسبوعين ثلاثة كل الإشكاليات الحاصلة نحن نعالجها، ما في حاجة صعبة، بيحتاج تضافر جهود الناس والرؤية المشتركة حتى يعني نتمكن من إخراج كميات كبيرة من الماء. والحمد لله يعني الآن مناسيب النيل بدأت في ارتفاع ملحوظ، وده بيشغل عدد من الطرمبات اللي كانت واقفة نسبة لانحسار النيل. للفترة الجاية نعمل جاهدين سويا عشان نصل لقايات طيبة تحقق رغبة الناس في الزراعة وفي التحصيل البستاني والتحصيل الحيواني. في أخبار الرياضة، أوضح رئيس اللجنة المنظمة بالاتحاد السوداني لكرة القدم الفاتح باني أن إنهاء مسابقة الدوري الممتاز حال تم استئناف النشاط الرياضي من جديد سيحتاج إلى 3 أشهر على أسوأ الاحتمالات. وقال الفاتح باني إن استئناف الموسم لإكماله يحتاج إلى قرار يقضي بتمديد الموسم، وأقر بأن هذه الخطوة هي من صميم الجمعية العمومية. وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد أصدر قرارا في 17 مارس قضى بتعليق الدوري الممتاز للحيلولة دون تفشي وباء كورونا. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. تسارع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا بالسودان، والمرض يتمدد في 14 ولاية. مساعدات أمريكية للسودان لمجابهة جائحة كورونا. مخاوف من تضاعف الإصابة بالمرض لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. نهاية السودان هذا المساء، قدمناه من قناة الشروق. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.